عبد الله الحلافي معي. يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله يا عبد الله. يا مرحبا ويا مسهلا. كيف حالك يا عبد الله؟ يا مرحبا الله يحييكم. اولا صب عليكم بالخير انت ومن اللي معك يا ابو. يا مرحب يا عبد الله وصبحك الله بالنور. نهنيك على المواهب اللي قاعد تبرزها في الايام الماضيه سواء كانت رسم او انشاء. الله يطول عمرك. انا حاب انوع موضوع مهم جدا. تفضل. وهو لحن في شيلتي اللي قلتها في زد فرصتك هي من الحان الفنان الكبير حسين العلي، وانا اعتذر اني ما استاذنت منه وان شاء الله انه يقبل اعتذاري. يعطيك العافيه. الله يعافيك عبد الله. شكرا شكرا لك عبد الله على هذا الاعتذار، وهذا الله يسعدك. ما هو غريب عليك. الله يسعدك عبد الله. جيس ابغاك سم. يعطيك العافيه عبد الله. سم والله يصبحك معك علي. عبد الله علي الغامدي معك. ارحب. الله يصبحك بالخير. الله يصبحك بالنور. من الشخصيات الجميله يا عبد الله. الله يرفع قدرك. تمتلك كاريزما جميله على الشاشه. الله يرحم والديك. من الشخصيات المتميزة والمحبوبة الكاميرا. على راسي والله. عبد الله بديت تكشر عن انياب الذئب والاسد في تميزك في ارجاء القرية من ناحية الرياليتي. يا سلام يا سلام. او الفقرات. اتمنى اتمنى امنية ان هذا التميز لا ينطفى الايام الجاية. ابشر ان شاء الله. يعني بمعنى انه مو بانا قدمت فقرة فقرتين مبادرة مبادرتين اسعدت شخص شخصين تواجدت في كذا جلسة ينطفئ نوري، لا بالعكس هذا بداية الشعلة وبداية الوهج عبد الله. أتمنى إنه الأضواء تتسلط عليك أكثر بتواجدك أكثر عبد الله. عبد الله تمتلك شخصية حلوة، تمتلك ثنائي مع محمد العافي في الإنشاد جدا جميل. أتمنى إنك تكون جلسة نغم ثابتة 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 أنت محمد العافي. أبشر على خير. شكرا لك يا عبد الله. شكرا على كلامك الطيب يا حبيبي. شكرا لك يا عبد الله حبيبي. حياك الله معي هزاع.